تقريبا لمدة 6 شهور بين داخل وبرا، وقامت تجي نوبات الصرع يعني على شكل مرتين باليوم 3 مرات باليوم، وكانوا بالأدوية بعد كانت تجي نوبات الصرع. أنا كنت عارفة أن زوجي مأمن على روحه، خلاص أنا عرفت أن زوجي صار عنده عجز، والدكاترة ذكروا هذا الشيء أنه عنده عجز كلي. تراسلت شركات التأمين على أساس أن أنا أطلب مبالغ التعويض، وأنني مشي الخطة الدراسية اللي هو حق بناتي. جو قابلته واستقبلته في بيتي وراح وشيك أن التقارير كلها، قال لي أن كل شيء سليم بس ما كان في مصداقية، ما شفت منهم أي نتيجة ولا دفعوا لي ولا فلس لهم على الترقيدة مالته. كان في مبلغ أنه يندفع عبارة نفس المعاش، وكان المفروض ندفع لي مبلغ التعويض مال العجز الكل اللي صاده، بس ما حصلت ولا شيء. يوم لجأت حق القضاء شنو صار؟ ان المحكمة تبرسم 1%. انا كوني ان انا ما اشتغل، زوجي عنده عجز، فما اقدر ان انا ادفع هذا المبلغ، والمبلغ كبير. حتى الاسكان انا ناشتهم وكلمتهم طرشت لهم التقارير كذي على اساس انه يوفرون لي وحدة سكنية، للحين انه ما يعني ما صار شيء عن الموضوع. فاتمنى انه من وزارة العدل، لان ناشدته من قبل هو وزير العدل، انه هو يسقط عني الرسوم المحكمة. يعني كل ما اطق باب ان ابلو مساعدة ان احد شوي يشيل عني، ما كان فيه، يعني كنا بروحي واقفه.